جايين النهارده اول مطلب عندنا بنطالب بالافراج عن زملائنا المحبوسين في اسكندريه ظلما وبهتانا علشان خاطر الاضراب، رغم ان الدستور اللي احنا كل المصريين نزلوا عليه قالوا نعم بيكفي الحق الاضراب السلمي. دلوقتي بنتحبس علشان خاطر عاملين اضراب، علشان عندنا فساد في البريد رايحين بنكشفه، بنكشف الفساد اللي موجود في البريد، بيحبسونا وبيهددونا يا نشتغل بالعافيه يا اما نتحبس ونترمي في زنزانه. احنا النهارده بنصعد في قدام مجلس الوزراء لتجاهل وزير الاتصالات ورئيس الهيئه لمطالبنا. احنا من يوم 23 واحنا مضربين وعلقنا الاضراب بتاعنا عشان خاطر وزير الاتصالات وعدنا ان هو هينفذ المطالب. وزير الاتصالات حنس العهد معانا ورئيس الهيئه رجع في كلامه زي ما راح المنوفيه وقال انا هديكم مطالبكم 1 2 3 رجع في كلامه وقال انا ما وعدتش حد زيه زي وزير الاتصالات. احنا بنتسرق ما بنخسرش. مطالبنا بتنحصر حوالين الافراج عن زمايلنا في اسكندريه واقاله اشرف جمال الدين رئيس الهيئه واقاله احمد فتح الله رئيس مسؤول الاستثمار في الهيئه، 50% حبس الاداء، زياده 50% اللي هو حبس الاداء و7% العلاوه الدوريه وارباح الهيئه. احنا بقى انا واحد من الناس بقى لي 18 سنه وفي ناس بقى لها 30 سنه وفي ناس طلعت عمرنا ما خدنا ارباح للهيئه. عيش حريه مطالب.